السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. الله يطمني على حضرتك. وياكم. لو سمحت أسأل، لو صليت الظهر 4 ركعات في الفتحة بس تجوز؟ تجوز. وفي فرق بين القراءة الجهرية والسرية ولا؟ تجوز. تجوز. يجوز الاجتزاء بفاتحة الكتاب في صلاة الظهر، سواء في الركعتين الأوليين أو في الأخرين. يجوز، لكن الأفضل والأكمل أن تتبع فاتحة الكتاب بصورة، بارك الله فيك.